السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله هكلمكم عن سمكة القاروص، السيباس أو سمكة الباص. السمكة دي من الأسماك البحرية، يعني بتعيش في البحر المتوسط وبتعيش في بحيرات في مصر زي البرولوس والمنزلة وإدكو وبحيرة قارون والبحيرات المرة وغيرها من البحيرات. السمكة دي أنا جايباها من بحيرة البرولوس. تتميز سمكة القاروص إن محتوى الدهون فيها قليل، يعني كل 100 جرام من السمكة فيها 2 جرام فقط من الدهون. ال2 جرام دي طبعا كمية قليلة، وبالتالي هي مناسبة لمرضى القلب والناس اللي بتتبع حميات غذائية. كمان ال2 جرام من الدهون دي أصلا عبارة عن دهون صحية ودهون مفيدة، وأوميجا 3 وأوميجا 6، وكلنا عارفين أهمية الأوميجا 3 والأوميجا 6، أهميتها للدماغ وخلايا المخ. كمان سمك القاروص الخلايا بتاعته او اللحم بتاعه بيحتوي على كميات جيده من الزنك والسيرينيوم وفيتامين اي اللي هو مضادات اكسده، وفيتامين دي وفيتامين اي، وفي كالسيوم، وفي عناصر غذائيه مهمه جدا. ليه نكهه وطعم مميز، وطبعا سعر مميز. يعني اقل حاجه في كيلو القاروص انه بيبدا من اول 100 جنيه وانت طالع. بيحصل لخبطه بينه وبين سمكه تانية اللي هي السمكه اللي جنبها دي اسمها سمكه اللوت. وكمان سمكة اللوت من الأسماك الجيدة، المحتوى البروتيني فيها أيضا جيد. سمكة القاروص بتحتوي على 18.4 جرام بروتين لكل 100 جرام من السمكة. سمكة اللوت برضو المحتوى البروتيني بتاعها جيد، ولكنها أقل سعر وجودة من سمكة القاروص. دي سمكة لوت ودي سمكة قاروص. بيحصل لخبطة بين السمكتين، والناس ممكن تروح تشتري وينضحك عليها وتشتري سمكة لوت على إن هي سمكة قاروص. تعالوا نعرف ايه الفرق بين السمكتين عشان ما نضحكش عليه. عندنا اول حاجة الشكل. احنا لو جينا كده مسكنا سمكة اللوت اهيت، شايفين شكلها عامل ازاي؟ واخدة كيرف كده، الظهر بتاعها واخد كيرف اهي، واخدة كيرف منحنى اهوت. ده غير كمان ان هي مبططة، يعني مفلطحة كده شوية، والظهر بتاعها واخد كيرف كده. في حين ان عندنا سمكة القاروص بالطول، جسمها طولي بالطول ومش منحني، جسمها مستقيم، ظهرها مستقيم وغير منحني. ده اول فرق. يبقى اول فرق خالص في الشكل، اول فرق عندنا في الشكل، شكل الجسم، ان دي شوية مبططة كده اللي هي اللوت، وكمان عندنا الظهر بتاعها منحني. تاني حاجة في الراس، عندنا سمكة القاروص لو جينا كده فتحنا بقها اهي عشان الاضاءة، بس لو جينا كده فتحنا بقها ما فيهاش اسنان، ولكن اسنان خفيفة خالص، يعني بنحس عليه كده زي ما يكون بنعمل ضفرنا مبرد، اسنان صغيرة خالص. وكمان البق بتاعها او حنكها بينك، يعني لونه ابيض اللي هو البينك الفاتح ده. في حين ان عندنا سمكة اللوت، بس احاول افتحها اهيت، سمكة اللوت فيها اسنان، تحتوي على اسنان، احاول بس اجيبها لكم اهي، اسنان واضحة. سمكة اللوت بتحتوي على اسنان، يعني انت لو حطيت ايدك عليها كده بتشك، وجوانتي اصلا يعني ماسك فيها وتقطع منها. يبقى اول حاجة عندنا ان سمكة اللوت ليها اسنان، وكمان اللون الفم بتاعها اورنج، بص كده اهي الفم بتاعها اورنج، حاول بس اوضحها اكتر اهيت. انا عايزه الاسنان بس تبقى واضحه، عندنا اهيت الاسنان اهيت، لو الاسنان واضحه كده، واللون الفم لونه اورنج اهو، جيبها لكم من فوق وتحت اورنج اوت. طيب يبقى احنا كده قلنا شكل الجسم بنميز بيه بين القاروص وبين اللوت. تاني حاجه قلنا الاسنان، قلنا ان سمكه القاروص ما عندهاش اسنان، ولكن حاجه خفيفه خالص كده زي المبرد، في حين ان سمكه اللوت عندها اسنان، واسنان شارب وحاده. وكمان الفم بتاعها هنا، الفم بتاع القاروص يعني لونه من جوه بينك، في حين ان عندي اللوت الفم بتاعها لونه اورنج. عندنا كمان حجم السمكة نفسه،
يعني انا دلوقتي جايبه لكم سمكتين يعتبروا في الحجم قد بعض، لكن سمكة اللوت ممكن توصل لخمسين كيلو، حجم السمكة الواحدة ممكن يوصل لخمسين كيلو، في حين ان سمكة القاروص 15 كيلو، يعني ممكن ما بتزيدش عن 15 كيلو في الوزن. في كمان الزعانف، بالفرق بين السمكتين بالزعانف، عندي هنا سمكة اللوت الزعانف بتاعتها بتكون اورنج مصفرة كده اهي، اصفر كده لون الزعانف بتاعتها، الزعانف بتاعتها بتكون صفرة، في حين ان عندي طبعا القاروص الزعانف بتاعته بينك احمر وردي كده اهي. طبعا برضو الفرق في اللون بين السمكتين واضح، ايت ديت عندي لوت وديت قاروص. بنميز كمان بالزعانف الزهرية، بنميز كمان بالزعانف الزهرية، يعني الزعنفة الدرز الفين اللي هي الزعنفة اللي على الزهر، عندي ديت اللوت فيها برضو مقسومة لزعنفتين، الزعنفة الزهرية مقسومة لزعنفتين، ادي اهيت واحدة وادي التانية، بس شوفوا الزعنفة التانية واصلة لحد فين، بصوا اهي واصلة لحد خالص، لحد عندي لحد الديل تقريبا اهي، الزعنفة واصلة عندي لحد الديل، دي ايه، دي سمكة اللوت، في حين ان سمكة القاروص برضو عندي الزعنفة الزهرية، لان الزعنفة الزهرية دي بتميز بين انواع كتير بين الاسماك وبعضها، برضو عندي الزعنفة الزهرية مقسومة لزعنفتين او مقسومة لاتنين، ادي واحدة اهي وادي التانية اهي، ولكن هما اتنين صغيرين، الزعنفتين صغيرين، ادي واحدة اهي وادي التانية اهي، تمام. لو قارنا بين الزعنفة التانية اهيت هنا وبين الزعنفة التانية هنا اهي، تمام، شايفين دي قد ايه ودي قد ايه. في ناس كمان بتقارن بين سمكة اللوت وسمكة القاروص من حيث الخط اللي في الظهر، الخط اللي هو ده، بس ده انا شايفاه مش علامة مميزة قوي، يعني هنا بيقول ان هو بيبقى خط مستقيم في سمكة القاروص، لان اصلا السمكة نفسها مستقيمة، في حين ان هنا في سمكة اللوت بيبقى الخط شوية مش مستقيم او واخد حرف اس، يعني لو جينا شفنا هنا كده اهو الخط ده اهو اهو، بس ده انا مش بعتبره يعني علامة مميزة قوي. في كمان حاجة بنقارن بينها وبين سمكة اللوت وسمكة القاروص وسمكة اللوت، هي زعنفة الديل، بتبقى واخدة شكل تمانية، يعني ادي جسم السمكة اهوت واخدة شكل تمانية اهو، الديل واخدة شكل تمانية، دي القاروص، القاروص اهيت الديل بتاعها زعنفة الديل واخد شكل تمانية، في حين ان عندنا سمكة اللوت بيكون ايه اهوت مش مقسوم بالنص، يعني تلتين وتلت، بيكون مقسوم كده، ادي التلت وادي التلتين، في حين ان عندي هنا في القاروص بيكون مقسوم، الزعنفة مقسومة بالنص واخدة شكل تمانية. لو جينا نقارن كده بين الزعنفة، زعنفة الديل في السمكتين اهيت، دي زعنفة الديل في سمكة القاروص ودي زعنفة الديل في سمكة اللوت، كمان في فرق في اللون، ان برضو هنا اللون مصفر في سمكة اللوت، كلتا السمكتين بيكون في قشور على الجلد بتاعهم اهوت، دي سمكة اللوت اهي بنقشرها، طبعا سمكة اللوت لونها سيلفر اهوت، سمكة اللوت ودي سمكة القاروص، بالنسبة للقشور هي مش نقطة مهمة أوي في التفرقة، لأن مش أي حد هيقدر إن هو يعرف الفرق أو يلاحظ الفرق بين القشرة دي والقشرة دي، فأنا بعتبرها مش نقطة مهمة للتفرقة، أنا بس بعرفكم إن هي من القشريات أو من الأسماك اللي ليها قشرة زي البلطي وكده أهي. في ناس كمان بتقارن بين اللوت وبين القاروص من حيث حجم الراس وحجم العين، يعني عندنا طبعا هنا القاروص
حجم العين اكبر من اللوت اهو. لو بنقارن حجم العين يبقى عندنا حجم العين في القاروص هنا عندنا اكبر من اللوت، لو حجم الفم برضو فعندنا هنا القاروص اكبر من اللوت. بس حكاية اكبر واصغر دي بتبقى حاجات نسبية، فمش بناخدها كمثال قوي للتفرقة بين انواع الاسماك. اهم حاجة هي الزعانف، زي ما قلنا زعنفة الظهر عندنا هنا في اللوت بتكون مقسومة اتنين، وبرضو في القاروص بتكون مقسومة اتنين، بس في اللوت بتكون السمكة او تكون الزعنفة التانية بتكون طويلة، بتكون تقريبا واصلة لحد زعنفة الديل، في حين ان في القاروص بتكون الزعنفة صغيرة، الزعنفة التانية لان الاولى اهي، الزعنفة التانية بتكون صغيرة، زعنفة صغيرة. وكمان قلنا زعنفة الديل انها بتكون مقسومة او بفركت في القاروص الى اتنين متساويين، واخدة شكل التمانية بالعربي، رقم تمانية بالعربي، في حين ان عندي هنا في اللوت بتكون مقسومة للتلت اهو، للتلت والتلتين. وقلنا كمان حاجات مميزة جدا زي ما قلنا اللي هو الأسنان الموجودة، الأسنان أهي، الأسنان سامعين حتى بتمسك في الجوانتي ازاي وبتقطع في الجوانتي ازاي أهي، الأسنان الموجودة في اللوت والمش موجودة في القاروص، واللون الأورنج بتاع الفم الموجود في اللوت ومش موجود في القاروص. طبعا ده مش معناه إن سمكة القاروص سمكة وحشة، ولكن السمكة جميلة جدا، ولكنها أقل جودة وأقل سعرا من سمكة القاروص، فما يضحكش عليك لان السمك القاروص سعره اغلى بكتير من سمك اللوت، يمكن عشان هما الاثنين دلوقتي قدامك فانت بتقول ايه ده، ما خلاص يعني ما هو مش سهل، هو واضح حتى من شكل الجسم، ويعني ان احنا ازاي نقدر نميز. بس لو السمكه دي اتحطت لوحدها ودي اتحطت لوحدها هيبقى بالنسبه لك الامر ملتبس. فانا قلت لك اهم الصفات واهم المميزات بين السمكتين عشان خاطر ما نضحكش عليك. استنوني في حلقات جايه ان شاء الله عن الاسماك وغيرها، وقولي لي عايزين اتكلم معاكم في ايه. انتظروني ان شاء الله، واوعوا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.